بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مستر عمرو سمك ان شاء الله رب العالمين. ميعادنا ان شاء الله مع حل ريفيجن 2، ان شاء الله هنحل الاسئله بتاعه ريفيجن 2 كلها. طبعا في الجزء ده احنا كنا بنراجع الميتابوليزم بالانزيمز، بالجزء بتاع البي اتش بالتمبريتشر، والجزء بتاع السيل ثيوري الدرس اللي بعديه الدرس الاولاني في يونت 2، وكمان الدرس بتاع السيل ستراكشر، ونهينا لحد النيوكليس. طبعا احنا راجعنا الاجزاء دي في السناتر. وكمان عندنا حلينا شوية أسئلة فقط لا غير، ولكن مش جميع الأسئلة لأن الأسئلة كتير. فاحنا حلينا الأسئلة اللي هي دايما بتكون تريكي، أو الأسئلة اللي فيها أفكار، إنما بقية الأسئلة ممكن سواء كان فيها أفكار أو لأ، فالوقت ما أسعفناش لأن احنا قعدنا في مراجعة كتير. سم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال: the following can be seen under the light microscope when examining a stained cells. يعني ايه كلمة stained cells؟ يعني خلايا مالها خلايا فيها stains أو فيها dyes او فيها صبغات of the onion plant بقد ايه؟ قال لي عن طريق الماجنيفاينج بار 400 اكس. طبعا 400 اكس باللايت مايكروسكوب هتشوف السيل وول، تمام، هتشوف النيوكليوس، تمام، هتشوف السيتوبلازم، تمام، مستحيل تشوف الميتوكوندريا، لان الميتوكوندريا ده اورجانيل ما يتشافش غير بالالكترون مايكروسكوب اللي بيكبر حاجه مليون مره. The following figure illustrates an experiment of the digestion of albumin pie. طبعا انت هتهضم ايه؟ هتهضم الالبومين، تمام. الالبومين ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بروتين عن طريق انزيم، اسمه ايه الانزيم؟ بيبسين انزيم، تمام، مفيش مشكله، زي الفل. from the human stomach، طبعا البيبسين ده في الاستومك. جماعه احنا البي اتش بتاعت الاستومك الاوبتيمال بتكون كام؟ من 1.5 الى 2.5. طب تعال نشوف كده عندي مين اللي هيهضمهم. in which test tube will protein digested rapidly، بسرعه. اول حاجه عندي البومين وبيبسين. جماعه الاول اصلا اللي بيخلي البي اتش عندي في الاستومك اسيدك هو الاتش سي ال، ده تعرفوها في سينيور 2، لازم يكون عندك الحاجه اللي مخليها الميديم اسيدك اتش سي ال. طبعا انا هنا ما عنديش اتش سي ال، عندي هنا الديلوتد اتش سي ال مخفف، ولكن ما عنديش بيبسين انزيم. عندي هنا الالبومين دي الحاجه اللي هتتهضم، وعندي كمان الديلوتد اتش سي ال، مفيش مشكله، زي الفل. عندي كمان الالبومين البيبسين انزيم، تمام، ممكن تكون دي صح. تعال نشوف اللي بعدها. الالبومين ديلوتد اتش سي ال اسيد بلس بيبسين انزيم بلس، طبعا لا ما ينفعش 75 دي ما تنفعش خالص ابدا، يبقى الاجابه عندي هتبقى سي. ذا ساينتست هو كود سي ذا جرين سكام باي يوزنج ا مايكروسكوب. الاول يعني ايه كلمه جرين سكام؟ جرين سكام دي يعني الريم اخضر. دي بتكون موجود فين؟ بتكون موجوده في البوندز، في ميه البرك. طب حلو، طب ميه البركه دي مين اللي شافها اصلا او درسها اصلا؟ عن طريق مايكروسكوب بيكبر الحاجه 180 مره، كان اخره يكبر الحاجه 200 تايمز اوف اتس ريال سايز. العالم كان حبيبنا فان ليفن هوك، العالم الثاني كان درس الووتر اوف بونز وكمان البلد. طيب سؤال رقم 4: which of the following can be seen by the light microscope؟ الريد بلاد سيل، مش عارف، اكيد الفيروس، لا. النيوكلير انفلوب، لا، مستحيل تشوف التفاصيل بتاعت النيوكلير انفلوب. الانترنال، اول ما اقول لك بص انترنال ستراكشرز مستحيل، انت بتتكلم باي ذا لايت مايكروسكوب، يا عم ده نوع معفن، اخره كبر الحاجه 1500 ها مره، يبقى الاجابه عندها تبقى ريد بلاد سيلز. بلازما ميمبرين از سيميلر تو ذا نيوكلير ميمبرين. السؤال ده جاي شويه على سينيور 2، طبعا طبعا البي دي غلط زياده. الاجابه هتبقى بي، ان الاثنين فيهم سيلكتيف بيرميابيليتي او نفاذيه اختياريه. يعني ايه كلمه نفاذيه اختياريه؟ يعني البلازما ميمبرين بيكون فيه امبيد بروتين، طبعا بيكون فيه فوسفوليبيد عامل كده، وعندي كده فيه فوسفوليبيد عامل كده، بيكون فيه امبيد بروتين موجوده هنا مغروسه، غرسه نفسها بتعدي المواد من بره لجوه ومن جوه يا جماعه من جوه لبره. فبالتالي انا عندي هنا عندي نفاذيه اختياريه، يعني بيختار الحاجه اللي تعدي لان هو بيتعرف على المواد وبيعديها. دي ناخدوها في سينيور 2 بالتفصيل ان شاء الله رب العالمين. The opposite graph illustrates the effect of temperature on the enzyme activity of an enzyme. What happened for the enzyme at point X؟ لما تيجي تشوف كده point X ايه اللي حصل عندي؟ انت عندك هنا التمبريتشر، هنا ايه اللي حصل فيها؟ التمبريتشر هنا عندي زادت عن الاوبتيمال تمبريتشر، تمام. لما زودت طبعا انت عندك هنا فين الاوبتيمال؟ هنا عندي الاوبتيمال اللي هي اعلى نقطه، فانت عندك دي درجه الحراره او دي الاوبتيمال تمبريتشر ات ويتش ذا انزيم اكتيفيتي از ذا هايست. يبقى عندك في درجه الحراره دي عندي هنا اعلى كفاءه او الانزيم اكتيفيتي اعلى حاجه. انت عملت ايه كده؟ انت زودت التمبريتشر، فلما زود التمبريتشر الانزيم اكتيفيتي ها تبدا ان هي بتديكريز لحد ما تستوب. مستر الانزيم ما بقاش شغال، عارف ليه؟ حصل دي ناتوريشن، حصل تغيير في الناتشر اوف ذا انزيم and activity will stop.
لان كان حصل حاجه لو انت فاكر، عمليه اسمها ديناتوريشن، عمليه تحلل الانزيم لما انت عملت ايه، زودت عن الاوبتيمال تمبريتشر. سؤال رقم 7، which of the following cells are similar in the presence of، كلهم مشتركين ان الاربعه فيهم ايه. طبعا انا عندي في سيل وول، سيل ممبرين، نيوكليوس، ودي طبعا شكلها بلانت سيل. هنا في من بره حاجه واحده بس، يعني سيل ممبرين، هنا سيل وول، سيل ممبرين، هنا عندي سيل ممبرين، يبقى كلهم فيما جمعها هنا في سيل ممبرين، هنا مفيش نيوكليوس يا اخوانا. طبعا دي كلهم فيهم سيل ممبرين. The opposite graph represent the number of nuclei of three different animal cells. Which of the following represent cell B؟ سيل اسمها B. طب بص، B دي أعلى حاجة، يعني فيها نيوكليوي كتير، تمام. طالما فيها نيوكليوي كتير، قلنا يا جماعة قبل كده النيوكليوي دي هي أصلا اللي بتكون الرايبوسومز، والرايبوسومز دي بتكونها بروتين مع الـ RNA لو أنت فاكر. والبروتين ده في جسم الإنسان على شكل حاجتين، يا إما ستومك، يا أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا آسف، يا إما إنزيم، يا إما هرمون. طيب يبقى أنت هتختار حاجة هتفرز إنزيم أو هرمون، يبقى أسال أوف ستومك لازم يكون فيها 3 نيوكليوي عشان خاطر تكون ريبوسومز كتير، والريبوسومز كتير هتكون بروتينز كتير على شكل إنزيمز عشان تهضم البروتين زي البيبسين إنزيم. From the opposite graph، يلا بينا الأحلى جرافات دي ولا إيه بقى؟ بص بقى يا سيدي، From the opposite graph that illustrate the effect of the substrate concentration، تركيز المادة المتفاعلة. بص أهم حاجة في الجراف تبص على مين، على الإكس أكسس ومين على الواي أكسس. قبل ما تجاوب أصلا على حاجة شوف لي مين على الإكس أكسس ومين على الواي أكسس، وبعدين ابدأ بص على السؤال بقى. The effect of the substrate concentration on the activity of enzyme that is extracted from the human digestive canal، ايه اللي حصل عندي؟ بص بقى، the activity of enzyme doesn't increase after x، بعد الحته x دي ليه اعلى كفاءه الانزيم، activity doesn't increase، كفاءه الانزيم ما بقتش شغاله خالص. ليه يا مستر؟ بص يا سيدي، لو انا كده قلت لك بص عندي chemical reaction، عندي مثلا a بيتفاعل مع ال b هيديني c و d، وعشان خاطر التفاعل ده يحصل في جسم الانسان لازم يكون في انزيم، صلى على النبي. دول اسمهم ايه يا جماعه؟ دول عباره عن رياكتنتس، دي عباره عن رياكتنتس او سبستريت، ماده متفاعله. الماده المتفاعله دي في بدايه التفاعل يكون تركيزها 100%، ودول عباره عن ايه؟ دول عباره عن برودكت. طول ما التفاعل ماشي خلي بالك الرياكتنت ده عمال كميته بتقل والبرودكت عمال كميته بتزيد، طبعا ده في الاول بيكون زيرو، في نهاية التفاعل ده كميته خلصت خلاص، ده بيكون كميته زيرو، وكل الرياكتنت تتحول إلى برودكت 100%. الإنزيم في الحالة دي مش هيشتغل، ذا إنزيم أكتيفيتي ويل ستوب. ليه يا مستر؟ حبيبي الغالي، ما أنت عندك الإنزيم ده بيعمل إيه؟ بيسرع إن الرياكشن ده يحصل. طب ما هو الرياكشن ده ما بقاش موجود أصلا وما بقاش شغال، ده مش موجود ومش شغال أصلا، لأن كله اتحول إلى برودكت، صح ولا غلط؟ صح. فبالتالي إيه اللي يحصل عندي؟ يبقى دول كده ها خلصوا، يبقى الانزيم ده مش شغال، وكل اللي موجود عندك في الفلاسكاية او في التست تيوب عبارة عن برودكت. فانا عندي ارجع تاني للسؤال بتاعي كده، بيقول لي from the following graph illustrate، ايه اللي يحصل عندي يا اخوانا؟ بعد اكس substrate concentration التركيز بتاعه ماله بقى constant، تمام كده؟ هو بيسألني في السؤال ايه اللي حصل في الاكتيفيتي اوف انزيم؟ الاكتيفيتي اوف انزيم يا جماعه وقفت، الانزيم ما بقاش شغال. ليه؟ ثبتت على كده، اهي ثبتت على كده خلاص ما بقتش شغاله. والسبستريت كونسنتريشن نفس الكلام، اتحولت بقت كونستانت، معنى كده ان السبستريت ده خلص خلاص، فالانزيم ما بقاش شغال. فالاجابه عندي ذا كونسامشن اوف اور مونيكلز اوف سبستريت. اوعى تختار سي، اللي اختار سي ده حمار ملوش فيها، اقفل الفيديو وادخل نام خلاص مالكش فيها، نام. بيقول لي ذا سي ده consumption of all molecules of enzyme، هو الانزيم بيستخدم يا هبل يا عبيط يا خنزير؟ الانزيم ما بيستخدمش، لا يا حبيبي الانزيم ده زي ما بيدخل زي ما بيطلع من الكيميكال رياكشن، not affected or consumed، صح ولا غلط كده يا جماعه؟ صح. طيب the following figure illustrate six cells، مين فيهم بلانت سيل ومين فيهم انيمال سيل؟ هتيجي تبص عليهم هتلاقي ده كده، ده كده رقم واحد، ده عباره عن ايه؟ رقم واحد ده يا اخوانا عباره عن انيمال سيل ولا بلانت سيل؟ ما فيهوش سيل وول، تمام. رقم اتنين، اتنين عندي ده عباره عن ايه؟ عباره عن بلانت سيل، لان في سيل وول وسيل ممبرين. طب تعال نشوف كده البلانت سيل الاول، رقم اتنين ورقم خمسه بلانت سيل، الاتنين فيهم سيل وول، الباقي ما فيهوش سيل وول، يبقى الاجابه عندي هتبقى سي.
2 و5 دي البلانت سيل، الباقي انيمال سيل. نفس الفكره برضو from the opposite graph illustrates the relation between the rate of the activity of saccharase enzyme saccharase enzyme the rate of saccharase enzyme. لما اتكلم على الساكريز انزيم قلنا يا جماعه قبل كده اي كلمه اخرها لو انت فاكر كده نجيب عندنا البورد بتاعتنا. لو انا عايز اعمل كده، لو احنا قلنا يا جماعه انت فاكر اي كلمه اخرها ايز معناها ان هي عباره عن انزيم، خط رفيع. طيب وانما اي كلمه اخرها لو انت فاكر اوز تبقى عباره عن شجر. تمام، هو بيقول لي ان في حاجه اسمها ساكريز انزيم، ده انزيم بيهضم مين؟ اكيد بيهضم من اسمه ساكروز شجر. تمام، لما اجي اتكلم بقى على، عندي هنا السؤال بتاعي بيقول the activity of saccharase enzyme and the concentration of sucrose sugar. تمام، ايه اللي حصل عندي؟ concentration of sucrose sugar ده كده الرياكتنت، الرياكتنت المادة المتفاعلة او السبستريت. ابص نلاقي الاكتيفيتي بدأت ان هي تعلى وبدأت ان هي تبقى constant. نفس القصة برضو الاكتيفيتي عندي بقت constant، ليه؟ لانك انت ها السبستريت استخدم كله، ذا سبستريت از كونسيومد كومبليتلي، خلص يا جماعه خلاص، فالانزيم اكتيفيتي ويل ستوب، ما بقتش شغاله. طيب طبعا لو بصيت لقيت الاجابات هتلاقيها غلط طبعا. A digestive enzyme in human digests its substrate rapidly at temperature 35. في انزيم يا جماعه بيشتغل في جسم الانسان في درجه حراره 35. تمام، دي كده بالنسبه له طالما شغال في 35 يبقى انت بتتكلم لي كده يا اخوانا على ان 35 دي هي الاوبتيمال temperature بالنسبة للإنزيم ده. حلو. What happens if the enzyme and its substrate works at temperature 50 degrees Celsius؟ يا اخوانا افرض انك انت بقى خليته عند 50 درجة، 50 درجة كده فانت عليت عن الاوبتيمال temperature. تمام، فالإنزيم مش هيشتغل. ليه؟ لأنك انت غير الإنزيم اتحرق فحصل حاجة اسمها denaturation. فthe nature of enzyme ها is changed and its work will stop. By using the opposite figure that illustrates a bacterial cell. البكتيريال سيل اللي عندي دي تمام مالها؟ which of the following components is found in each of the bacterial cell and animal cell؟ ايه الحاجه المتشابهه؟ طبعا لما تيجي تبص مفيش حاجه اسمها كبسول اصلا انت اخدتها ولا في كبسول. طيب تعال نبص على السي والدي، بلازما ممبرين سيل وول. بالله عليك بالله عليك في سيل وول في الانيمال سيل؟ بالله عليك مفيش، يبقى اهو دي غلط، يبقى دي. لو انت طالب مش عارف الفرق بين السيل وول والسيل ممبرين ايه في الفيديو وادخل نام، انا بقول لك اهو او اقعد اتكلم على السوشيال هجس قوم نام، شوف لك اي حاجه، اتفرج على فيلم ومسلسل وروح الامتحان يجي لك اوفر ثينكينج في الامتحان، اعمل اي قصه حزينه، انا بقول لك اهو. انما لازم تكون عارف الفرق بين السيل والسيل ممبرين. السيل وول موجود في البلانت سيل، مش موجود في الانيمال سيل، مش موجود في الانيمال سيل. طيب لما اتكلم على رقم 14 the opposite diagrammatic figure illustrates. طيب السؤال ده غلط طبعا، السؤال ده فيه غلطه كبيره طبعا، لانك انت بيقول لك مين اللي بيعدي ترانسبورت اوف جلوكوز، بيعدي منين الوتر، بيعدي منين؟ الاثنين بيعدوا من الواي، فانت تختار السؤال ده تعدل فيه كده تقول لي ده واي وده سؤال من المعاصر وخطا، مفيش حاجه بتعدي من الاكس، مفيش حاجه بتعدي من البلازما ممبرين. معايا كده ازاي؟ في الاجابه هتبقى بي وتعدلها كده، احنا بنعدله في الاسئله يا اخوانا، احنا اللهم لك الحمد، انت طالب، انت كطالب نفسك بتعدل في السؤال اهو، ده سؤال غلط وجاي من كتاب المعاصر، اخدوه من كتاب المعاصر ده. The following figures illustrate four types of cells, some tissues in the living organism, which tissue has the ability to contract. يا جماعة ما حدش في جسمك يعرف يعمل contraction و relaxation إلا مين؟ إلا المسكولار سيل. الإجابة هتبقى عندي ها هتبقى دي. تمام زي الفل. Which of the following lines illustrate the opposite graph expresses the enzymatic reaction consists of. لحظة واحدة كده يا جماعة، أتأكد بس من حاجة. تمام، هنا الرسمة دي مش موجودة، هنرسمها دلوقتي. صورة رقم 16، هنجيب كده عندنا السمارت بورد أو الوايت بورد، أنا آسف. طلع الرسم من عندنا من بره. بص يا سيدي،
لو انا جبت لك كده رسمة عاملة كده، قلت لك هنا التايم، قلت لك عندي هنا سبيد اوف رياكشن، قلت لك هبدأ من هنا هثبت هنا، عندي حاجة عاملة كده، ده كده عبارة عن W، وبعدين عندي حاجة عاملة كده، عندي لاين عامل كده، لاين عامل كده، ده عبارة عن Y، ده عبارة عن Z، ودي كده عبارة عن التايم. تمام. انا دلوقتي لما اقول لك بقى، بص بص، انا عندي في الاستومك عملت ايه؟ الحق، قللت البي اتش، قللتها من كام؟ من 4 وخليتها 2. يا اختي ايه يا مستر ده؟ انت كده قللت في البي اتش، يبقى كده الانزيم اكتيفيتي قبل ما تقول ديكريز تشك في قلبك اللي قلت ديكريز. هو الاستومك البي اتش الاوبتيمال بتاعتها بكام؟ بنكون من 1.5 الى 2.5، يعني انت كده وديتني الرقم انا بحبه، رقم حلو اوبتيمال بالنسبه لي. يعني الانزيم اكتيفيتي ويل يا جماعه انكريز، يا جماعه الانزيم اكتيفيتي ويل انكريز، ده انت كده وديتني من 4 اللي بعيده عن الاوبتيمال بي اتش، حطيتني في الاوبتيمال بي اتش 2. يبقى انا كده عندي ها اجابه هتبقى دبليو يا اخوانا، انا قللت البي اتش من 4 ل 2. 2 دي حلوه، اوعى تفتكر انك انت لما تقلل دي حاجه وحشه، او لما تعلي دي حاجه وحشه. اتفرج بص انا عليت لحد كام، ما انا ممكن اكون التمبريتشر، لو ممكن ده بقول لك على حاجه، لو انا قلت لك التمبريتشر عندي 30 خليتها، لو انت عليتها خليتها 37 ديجري سيليزيوس معايا كده، لو انت عليتها تقول يا مستر عليتها يموت، يموت ازاي يا حبيبي؟ انا كده انت كده وديته للاوبتيمال، ده كده يشتغل معايا يا اخوانا كده، انت كده وديته للاوبتيمال، فكده عندي الانزيم اكتيفيتي والانكريز، الاجابه هتبقى دبليو عندي يا اخوانا. طيب تعالى كده نشوف السؤال رقم 17، عندي الاجابه عندي هتبقى دبليو. طيب سؤال رقم 17، ذا تو اوبزيت فيجر الستريت ذا برنسبل بتاع مين العالم يا جماعه اللي اتكلم اللي قال ان ده كده عباره عن بلانت؟ تمام كده، مين العالم اللي قال ان البلانت بيكونسيست اوف سيلز بلانت بس؟ كان عندي عالم مين يا جماعه؟ الخنزير الالماني اسمه يا جماعه شلايدن. The electron microscope is characterized by forming a more accurate image than that of the light microscope. الكلام صح. طيب which of the following is considered the application of this characteristic؟ اديني حاجة تتميز بيها الالكترون مايكروسكوب. Obtaining a bigger image، لا الصورة مش كبيرة بس، لا لا لا. Ability of كريستي، دي حاجة ما تتشافش، كريستي دي اللي هي الانر ممبرين اللي هو اللي عندي كده الميتوكوندريا، والانر ممبرين طالع منها كده فولدز عاملة كده اسمها كريستي، تزود السيرفس اريا بتاعت الريسبيريشن. The ability of to see the cell wall، لا ما احنا ممكن نشوف السيل وول. ability of the nucleus، ممكن نشوف النيوكليس في الاميبا لان الاميبا يوني سيلولار فباينه فيها النيوكليس جدا، يبقى الاجابه عندي هتبقى الكريستي بتاعت الميتوكوندريا. تعال نشوف السؤال اللي بعديه، ده سؤال حلو من احلى الاسئله. بص ده تكتب جنبه كده سؤال حلو، سؤال حلو ليه يا مستر؟ عجباني قوي كلمه suddenly دي، كلمه suddenly دي بسرعه 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 بسرعه. بيقول لي بص اللي حصل عندي، انا عندي هنا الانزيم اكتيفيتي اعلى كفاءه عندي هنا كام؟ عندي هنا 30. تمام، دي كده الاوبتيمال ايه؟ اوبتيمال تمبريتشر. ما خلي بالك انا وانا بحل السؤال ده انا شفت ان هنا الاكس اكسس عندي هنا التمبريتشر، وعندي الواي اكسس عندي هنا الانزيم اكتيفيتي. كلام حلو. بيقول لي لو انت بقى عليت التمبريتشر الى 60 مره واحده suddenly، هتعلي درجه الحراره مره واحده، يبقى الانزيم اكتيفيتي هي كمان مره واحده ويل ديكريز مره واحده، يبقى هو ده كده، يبقى هتديكريز كده مره واحده، يبقى الاجابه عندي هتبقى ها هتبقى سي، ما ينفعش تبقى بي لان هي على مهلها. ده بقول لك ده كده في العادي على مهله، لا انما انت هنا صادلي اذ فجأة يلا بينا نعلو النار مرة واحدة. لما نعلو النار مرة واحدة الانزيم اكتيفيتي هنا عندي 30 هتروح معليها مرة واحدة، يبقى الانزيم اكتيفيتي ويل ديكريز مرة واحدة. يبقى طالما قلت صادلي يبقى الاجابة عندي هتبقى يا جماعة هتبقى سي. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعديه من احلى الاسئله ده برضو. ذا اوبوزيت جراف الستريت ذا ريليشن بتوين، بص يا سيدي الانزيم كونسنتريشن تركيز الانزيم والانزيم اكتيفيتي ايه اللي هيحصل عندي؟ تيز اكسبكتد، طبعا انا بجاوب سريعا لانك انت المفروض تحل الاسئله ديت قبل مني، ولو انت واقف معاك حاجه معينه بتبص عليها، لو انت عايز تشوف الاسئله كلها فبتشوفها، فبتيجي عند السؤال ده انت بتقرا السؤال فانا بجاوب على طول غالبا، او انا بقرا الحته الجزء المعين في السؤال وبجاوب. تيز اكسبكتد ذات ذا هايست اكتيفيتي، اعلى كفاءه عندي بتاعت الانزيم، فين اعلى كفاءه؟ هي اعلى كفاءه، انزل كده لتحت وبص كده الناحيه الثانيه، دي اعلى كفاءه عند كام؟ عند التمبريتشر كام؟ عندي 0.2. فانت فهمت اللعبه خلاص، وفهمت كده يعني ايه كلمه اوبتيمال، اعلى كفاءه دي كده عباره عن الاوبتيمال. تمام كده، فانت عرفت ان اعلى نقطه هي مين يا جماعه؟ هي الاوبتيمال. طيب
The opposite figure illustrates the light microscope. لو انا عندي لايت مايكروسكوب، هو يا جماعه هو ده النسخه اللي ما فيهاش صوره الميكروسكوب. طيب لو انا عندي لايت مايكروسكوب، طيب اللايت مايكروسكوب ده بيكبر بكام؟ لو انا قلت لك عندي اللايت مايكروسكوب الاوكولار بيكبر ب10x والاوبجكتيف بيكبر ب40x. لحظه واحده كده يا جماعه، بعد اذنكم لحظه واحده. لا مش دي، طيب بالنسبه لنا الاوكولار لينس والاوبجكتيف لينس، الاوكولار لينس لو بتكبر ب10x والاوبجكتيف لينس بيكبر ب40x، يبقى هتقول لي 10 تايمز 40 ايكوال 400x. اوعى تنسى الاوكولار تايمز الاوبجكتيف يبقى 400x. طيب لان في نسخ في PDF بيكون في فيها الصورتين دول ما كانوش موجودين، فانا جبتها لكم وكتبت لكم انا الكلام. طيب in an experiment it was added a substrate S in the conical to equal amounts of the enzymes E1 2 3 4 5. طيب لو عايز اتكلم بعد كده على، بيقول لي بص يا سيدي، لو انت حطيت كده عشان اختصارا للوقت after 15 minutes from the beginning of the reaction انت هتحط inhibitor. جماعه inhibitor ده عكس الانزيم، حاجه بتوقف عمل الانزيم. for the enzyme number 3 لو انا حطيت هنا inhibitor، بص يا سيدي هو اليوتا كان ماشي في كام اتجاه؟ اتجاهين، الاتجاه ده والاتجاه ده. لما انا احط inhibitor للانزيم نمبر 3 فالفي مش هيتكون، انزيم 4 مش موجود، الدبليو مش هيتكون، انزيم 5 مش موجود، اكس مش موجود، فانت هتلغي اصلا الجزء ده كله، هيتلغى كله ما بقاش موجود خلاص. انهيبيتور يعني الانزيم ده ما بقاش شغال، الباقي ده مش موجود. فاليو كله هيتحول الى واي، فكميه الواي هتزيد لانك انت كميه اليو دي كانت متقسمه لجزئين، جزء فوق وجزء تحت. فاليو دي بقت واي والواي بقت زد، فكميه اليو زادت وكميه الزد زادت. تيجي تبص على الاختيارات مش هتلاقي الصح غير الإجابة عندي هتبقى إخوانها هتبقى B increasing the rate of the production of Z. طب لو قال لي Y هتبقى برضو صح، ال Y هتزيد. The microscope that used to illustrate أو to see the cell in this figure is the، مين يا جماعة بيوريني الصورة دي؟ عندي ال compound light microscope. طبعا دي صورة ما فيهاش details كتير، فأكيد ده عبارة عن light microscope. Which of the following represent an organ؟ الأورجان ده عبارة عن عندي إيه؟ أورجان في البلانت عبارة عن ليف. ما هو البلانت أصلا عبارة عن إيه؟ ها؟ عبارة عن living organism. Organism consists of body أو consists of organs زي leaf organ, stem organ, root organ، فده عبارة عندي عنها عن organ. Which of the following molecule doesn't move freely from through the phospholipid membranes؟ مستحيل يعدي بحرية من الفوسفوليبيد ممبرين. طبعا أنت لما تيجي تبص هتلاقي عندك البروتين مولكيولز مش هتعدي ابدا من السيل ممبرين، سواء طبعا هو مش بيعدي من الفوسفوليبيد، بقى الصح ان هو مش هيعدي من الامبيد بروتين، لان البروتينز دي عباره عن ايه؟ لان البروتين دي طبعا دي سينيور تو شويه، عباره عن بوليمر، بوليمر يعني حجمه كبير، فمستحيل يدخل السيل. مفيش حاجه يا جماعه تدخل السيل زي حجمها كبير، لازم تتكسر الاول من بوليمر الى سمولر، ها الى سمولر مونيمرز، فبالتالي تدخل جوه السيلز. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه، بيقول لي which of the following figure illustrate the enzyme action، الكفاءة بتاعت الانزيم او الانزيم اكشن او عمل الانزيم اكس واي زد. بص يا سيدي اما نيجي نحل سؤال زي ده وانت متوقع جدا 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 ان ده ممكن يكون سؤال امتحان، ليه بقى؟ عشان ده احنا محتاجينك تكون فاهمه السينيور 1 عشان قدر نطلعك بيه سينيور 2، مهم جدا 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 ده. بيقول لي ايه؟ بص عشان تيجي تعرف مين هو السبستريت ومين الانزيم وبين مين البرودكت، الحاجه اللي فضلت زي ما هي الاكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن انزيم مستحيل يتكسر. الدبليو دي حته على بعضها، الواي حتتين، يبقى دي كده الرياكتنت او السبستريت، ودول كده عباره عن ايه؟ دول عباره عن البرودكت. تمام، يبقى انا عندي ده كده رياكتنت، يبقى طب بص كده الانزيم يبقى اكس، يبقى اختار يا ايه يا بي يا اما سي. البرودكت عندي واي، يبقى الاجابه عندي هتبقى سي اكس واي W. طيب the membrane that prevents the transfer of DNA، مين اللي بيمنع ان ال DNA يطلع بره للسيتوبلازم؟ طبعا ال DNA ده موجود فين؟ موجود جوه النيوكليوس. لو دي كده عندي سيل جواها النيوكليوس عامله كده وده ال DNA عامل هنا، طبعا عندي هنا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عنها نيوكليور
عندي نيوكلير ميمبرين بيمنع ان الدي ان ايه يطلع بره هنا، طبعا هو ده اللي بيطلع الار ان ايه بره عندي هنا، يبقى الاجابه عندي هتبقى بي نيوكلير ميمبرين. طيب لو عايز اتكلم بعد كده، the opposite figure represent a primitive organism، اليوجلينا ده، اليوجلينا دي طبعا what is the microscope through which can be seen the accurate details. بص بقول ايه، عايز تشوف ال accurate details. طبعا عندك في المنهج اللي بيوريك more accurate details عندي الالكترون مايكرو، ها مايكروسكوب ده، حتى تلاقي في المنهج عندك كده في البوكلت بتاعنا ما كاتبين to get more accurate details. ها يبقى مين يا جماعة عندي؟ ها عندي الالكترون مايكروسكوب، الإجابة هتبقى عندي ها دي. From the opposite graph that illustrates the relation between the activity of three enzymes x y z at pH value conclude that، طبعا انت واخد بالك ان كل انزيم منهم ليه اوبتيمال بي اتش، يعني مع بمعنى مثلا الاكس هنا مثلا لو انا عايز اكبر شويه مفيش مشكله عندنا اوبشن التكبير اهوت، لما اجي اكبر شويه كده بص الاقي الاكس ده الاوبتيمال تمبريتشر اوبتيمال بي اتش بتاعته هنا عندي ها 2 يعني اسيدك، الواي الاوبتيمال بتاعته ها 7 يعني نيوترال، ال 7 الاوبتيمال دي اللي اعلى نقطه عندي هنا اللي هي كام 13 ونص. طبعا انت هنا عندك البي اتش على الاكس اكسس وعندك هنا الانزيم اكتيفيتي، فكل واحد ليه اوبتيمال بي اتش، صح ولا غلط؟ تقول لي صح، اقول لك تمام زي الفل. فانت كده معناها ان each enzyme work efficiently او efficiently اهو at بي اتش ذات differs from each other، ها كل واحد مختلف عن التاني. Which of the following figures represent represent a cell that human live in the human liver. طبعا human liver يبقى اكيد فيها سن، طبعا لا ده عباره عن سبيرم اصلا، دي ده كائن يونيسيلر اصلا، ده ما فيهوش نيوكليس، الاجابه عندي هتبقى ده شكل الانيمال سيل اصلا. طبعا الهيومن ليفر او الليفر دي عباره عن انيمال سيل اللي هو الاجابه عندي ده. ابص على السؤال اللي بعديه بيقول لي which of the following statement express the optimal temperature of enzyme of all enzyme الاوبتيمال تمبريتشر. تمام تعال بص على واحده، التمبريتشر ات ويتش ذا طبعا طبعا ذا انزيم وركس افيشنتلي بيشتغل باحسن كفاءه، اقول لك اه طبعا صح. The highest temperature the highest اعلى درجه حراره at which the enzyme work لا it range between 35 لا طبعا هو يا اما ممكن يكون 37 او ممكن من 37 الى 40 ده اللي ممكن نسميها اوبتيمال، ممكن بس طبعا انت عندك درجه حراره الانسان الطبيعي يكون 37 اوبتيمال، فالاجابه عندي هتبقى 1 اونلي اللي هي واحدة بس رقم واحد بس اللي هي the temperature at which the enzyme works efficiently. The opposite table illustrates four equal amounts of starch with the salivary enzyme. طبعا السليفري انزيم ده اللي هو مين يا جماعة؟ اللي كنا أخدناه قبل كده موجود في السلايفا قلناه والله ده عبارة عن انزيم اسمه amylase enzyme كان بيهضم الستارش إلى إيه؟ إلى مالتوز لو أنت فاكر. In which test tube the starch hydrolyzed rapidly بسرعة. بص بقى يا سيدي كنت أنت أخدت قبل كده اخدت ايه؟ كنت انت اخدت سيادتك فين يا جماعة الوايت بورد؟ سيادتك كنت اخدت قبل كده ان عندي انزيم اسمه اميليز انزيم، انا عندي الستارش اهو بلس ووتر كان بيتهضم عن طريق عندي اميليز انزيم، البي اتش اوبتيمال بيكون 7.5 بيتحول او بيتهضم الى مالتوز شوجر. تمام زي الفل، انا عندي الستارش ده هي في درجه حراره كام؟ الاوبتيمال 37، يبقى انا هبدا اختار اقرب حاجه للاوبتيمال عندي ان درجه الحراره تكون 37 وان البي اتش بيكون عندي 7 او 7.5، الاجابه عندي هتبقى دي احسن كفاءه واحلى شغل. رقم 37 رقم 33 the opposite figure illustrates a cell of a living organism that lives in a pond and fresh swamp water. طبعا ده عباره عن ده كائن حي بيعيش في ميه البركه. Which of the following refers that it is a plant cell. مين اللي عبر ان هو plant cell؟ طبعا اول حاجه عندي اللي يعبر ان هو plant cell طبعا عندي اول حاجه هو السيل وول، فالاجابه عندي هتبقى واي السيل وول. رقم 2 طبعا دي كده الاكس دي عباره عن نيوكليس يا اخوانا، والنيوكليس دي موجوده في البلانت سيل وفي الانيمال سيل، دي كده عباره عن فاكيول. امال الزد دي عباره عن ايه؟ يا سلام الزد دي عباره عن الكلوروبلاست،
تعمل فوتوسنتسيس. فالاجابه عندي هتبقى سيل وول والكلوروبلاست واي اند زد، او زد اند واي. الاجابه عندي هتبقى سي. طبعا انا بوريك الحاجه اللي بتميز او مخصصه للبلانت سيلز. ان اكسبيرمنت was carried out to know the effect of the pH. عايزين كده نحط، طبعا انت لما تيجي تحط كده عندك الاختيارات عندك هتكون حط ان البي اتش، والناحيه الثانيه فوق هي الانزيم اكتيفيتي او كفاءه الانزيم. طبعا دي مش محتاجه اي فقاقه يعني، طبعا انت بتقابلها او في او الرياكشن او الرياكشن سبيد. الاجابه عندك هتبقى ايه؟ تيجي تحط مين على الاكس اكسس؟ طبعا بتحط هنا البي اتش او التمبريتشر هنا، وهنا بتحط على الواي اكسس بتحط الانزيم اكتيفيتي او الرياكشن سبيد. رياكشن سبيد، سرعه الرياكشن. طيب لو عايز اتكلم بعد كده على السؤال اللي بعديه، ان انيمال سيل هوز نيوكليس واز ريموفد. يا سلام، شلنا النيوكليس، ايه اللي حصل بقى للسيلز؟ قال لك however it wasn't damaged، ما اتكسرتش يا مستر. Then it was placed in a solution stimulating the cell division. ولكن ايه اللي حصل؟ So it remained alive for a day، عاشت يوم. But it didn't divide، ما عملتش division، لانك انت شلت منها النيوكليس، صح ولا غلط؟ لان اصلا النيوكليس هي المسؤوله عن responsible for necessary for the cell division. يبقى الاجابه عندي يا جماعه هتبقى بي. خلي بالك هي ما ماتتش على طول، هي فضلت عايشه لحد ولكن ما عملتش سيل ديفيجن. سؤال رقم 36، which of the following structures contains genes؟ اكيد الجينز دي بتكون موجوده فين؟ دي بتكون موجوده في النيوكليس اهو، او في دي ان اي، او في كروموسومز اهو. يبقى النيوكليس اوف بلانت سيل. which of the following show the rate of كتب the catabolism and anabolism لمين؟ 5 months old child، عيل عنده 5 شهور يا عيني، اكيد عنده الانابوليزم عالي، بيبني جسمه لسه بيبني عيني، يبقى اختار الانابوليزم اللي هو باللون ده، يبقى الحاجه اللي لونها كبير هنا فيها الانابوليزم كتير. ايه؟ بص يا سيدي، الشخص وهو طفل صغير الايه عنده كتير، الايه ده هو ده بيعبر عن الطفل الصغير اللي هو عنده الانابوليزم عالي. بالنسبه لي الشباب الاتنين شبه بعض، للشخص الكبير في السن اللي هو بنسميه ممكن نسميه اولد بيرسون او بنسميه الشخص الكبير في السن ده او الالدر هود، ده الشخص ده بيكون عنده الكاتابوليزم اعلى من الانابوليزم. اوعى تنسى المعلومه دي خطيره، الطفل الصغير عنده الانا اعلى، الكبير في السن الكاتا اعلى، الشباب يا جماعه الاثنين يعتبر غالبا قد بعض. طيب لما تيجي ابص هنا نفس القصه برضو يا اخوانا، مين هو السبستريت ومين هو الانزيم؟ اللي فضل زي ما هو ده ما اتكسرش هو هو الانزيم، يبقى الزد ده انزيم. تمام، يبقى اكس واي زد، يبقى اختار الحاجه اخر واحده اللي فيها انزيم، يبقى اكيد والله الاجابه دي. بص الاكس ده هو السبستريت، ليه؟ لان الواي ده حتتين اتكسروا برودكت، يبقى اكس واي زد، اكس سبستريت، واي برودكت، زد انزيم. الاجابه هتبقى عندي هتبقى دي. هعرف منين يا مستر؟ هتلاقي ان الحاجه اللي فضلت زي ما هي ما اتكسرتش هي الانزيم، عامله زي الكاتاليست، increase the speed of chemical reaction but not affected or consumed. اوعى تنسى اوعى تنسى اوعى تنسى. سؤال رقم 39 يا جماعه، عندي the following figure represent a chemical reaction. حلو، مين فيهم اللي بيعبر يا جماعه؟ بص الانزيم يا جماعه بيكون سبيسيفيك، هختار له يا جماعه هختار الانزيم اللي هيكون سبيسيفيك، اللي هو ده كده شكل الانزيم هيركب فين؟ هيركب على دي. ليه؟ الحته دي يا جماعه هتركب هنا، تمام، والحته دي كلها على بعضها الكبيره هتركب هنا في المكان ده، لان هو قلنا نظريه لوك اند كي، قفل ومفتاح. قفل ومفتاح ازاي؟ دي تمسك في دي يا اخوانا، دي تمسك هنا في دي، انما مستحيل تمسك هنا. ليه يا مستر؟ فين المكان اللي بالطول؟ ملهاش مكان، ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش. طيب سؤال رقم 41، مين اكتر انزيم كان ورك ات لو تمبريتشر، اللي هو في درجات الحراره القليله، اللي هو في درجات الحراره القليله دي؟ في اتنين مشتركين، الاي والبي. خلي بالك بقى السؤال اللي جاي، اتنين وتلاته بنفس المعنى والله. مين فيهم قادر يشتغل في الهاي تمبريتشر اللي هي في درجات الحراره العاليه دي؟ البي والسي، تمام. مين فيهم كان ساستين يتحمل؟ وكنا جبناه في امتحان شامل والله، والطلبه عماله تبص لبعضها، يا جدعان والله الموضوع سهل. مين فيهم يقدر يتحمل الهاي تمبريتشر؟ برضه نفس الكلام اللي هو البي والسي. الاجابه تبقى ايه؟ والله اسئله سهله جدا، بس الطلبه بس لو بتذاكر شويه. بص السؤال الجاي ده، ان ان اكسبيرمنت، احلى سؤال واكتر سؤال احنا جبناه في الامتحانات الشامله دي، خلي بالك محتاج طالب فاهم. هنعلو يا جماعه الحراره او هنشغله الانزيم في درجه حراره 55، السؤال ده تمام مفيش مشكله. لما تعلي درجه الحراره على 55 دي مش اوبتيمال، فالاميليز انزيم مش هيشتغل، فالستارش يفضل زي ما هو، فانت عليت عن الاوبتيمال. تمام، فانت عندك الاوبتيمال عندك 37، انت عليت درجه الحراره خليتها 55 ديجري سليزيوس. تمام،
افرض بقى سيادتك عايز تقلل الحرارة وهنفس الانزيم، هترجع الحرارة ل 37 او مثلا 35، ممكن 35 يبدأ يشتغل، ولكن ده لو في الطبيعي. الحالة دي انت بترجع الانزيم تاني يشتغل عند الاوبتيمال، مش هيشتغل، الانزيم اتحرق، حصل فيه دي ناتوريشن، عملية تحلل، يعني الستارش برضو مش هيتهضم. بص عمل ايه؟ and put again again again. طالما قال لي again دي اوعى 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 تقول يشتغل، مستحيل الانزيم هيرجع يشتغل تاني، انزيم اتحرق. عارف امتى يشتغل؟ لو قال لك جاب عينة جديدة من الانزيم. طيب دي عبارة عن ايه؟ نظرية الافلو مفتاح اهو، ان الانزيم يا اخوانا ان ده لوك اند كي، لو ده كده الانزيم اهو يركب هنا في دي، يبقى يحصل في ايه؟ قلت له يحصل في سبيشاليزيشن. دي يا اخوانا عبارة عن ايه؟ لحظة واحدة كده نظبط اللابتوب ده كده عندي فين البتاع؟ سبيشاليزيشن ان ذا كومبوزيشن، الإجابة عندي هتبقى سي، ان هو جمع كلمة سبيشاليزيشن دي جاية من ايه؟ كلمة ايه؟ كلمة ان الانزيم بيكون سبيسيفيك، متخصص. واحد عينه كده هتبوظ كده من كتر الالم احمر كده. طيب بص يا اخوانا بيقول لي which of the following graph illustrate the relation between the change of the substance concentration and the product. جماعه احنا قلنا السبستريت ده واحنا ماشيين في الكيميكال رياكشن كميته بتقل والبرودكت كميته بتزيد، يبقى السبستريت كميته تقل والبرودكت كميته تزيد، يبقى الاجابه عندي هتبقى ها هتبقى سي. which of the following graph represent، مين عندي يا جماعه بيعبر عن the effect of pH، البي اتش على بص كاتاليز انزيم. ايه يا مستر الكاتاليز؟ والله انت ما تعرفه، وفي مدرسين ما يعرفوش والله الكاتاليز انزيم ده، ولكن انت عارف تاثير البي اتش بيكون عامل كده صح ولا غلط يا اخوانا؟ هو كده اهو، انا عندي اوبتيمال بي اتش اهو، وبعدين لو زودت كفاءته تقل، لو قللت لو زودت او قللت في حالتين كفاءته او الاكتيفيتي بتاعته بتقل. The following figure expresses the two processes that occur in the plant cell. What do these processes represent؟ عندي الجلوكوز يا اخوانا، الجلوكوز هنا بروسيس نمبر 1 اتحول لستارش، فكده حصل اكيد انابوليزم، فربطنا الجلوكوز ببعضه وكونت ستارش كبير. لما جيت تكسر ام الجلوكوز وكسرت البوند، انا ببني بوند، فانت ربطت الجلوكوز بروابط كده بنى بوند فكون ستارش بولي ساكرايد. كتب اهدم، بهدم بوند، هتهدم الروابط اللي موجوده جوه الجلوكوز تطلع منها ايه؟ هتطلع منها الانرجي، فدي كده عباره عن كاتابوليزم، فالاجابه عندي هتبقى ها هتبقى ايه. تعالى كمان بسرعة كده عشان خاطر انت كده طولت عليك جامد وانت راجل اعمال مش فاضي. The opposite graph shows the effect of enzyme on the activation energy. بص يا اخوانا انا عندي دلوقتي جرافين اتنين، عندي الاولاني العالي اللي فوق ده استخدم كمية اكس في حالة عدم وجود الانزيم، القليل ده استخدم كمية زد في حالة وجود الانزيم. بص السؤال بيقول ايه؟ هو عايز انت عملت قد ايه ريدكشن؟ يعني ايه كلمة ريدكشن؟ يعني اختزال، يعني توفير، يعني وفرت قد ايه؟ اقول لك انا وفرت كميه الطاقه واي، يبقى بص لما ما كانش فيه انزيم استخدمت اكس اللي هي واي بلس زد، لما كان فيه انزيم انت استخدمت زد بس، انت وفرت كميه قد ايه لما حطيت انزيم؟ وفرت الكميه واي، فانت كده عملت ريدكشن لكميه اسمها واي انرجي. طيب what is the following statement is correct regarding to the following. الستارش اهو الاميليز انزيم هضمه الى مالتوز. تعال نشوف اول واحده كده، بيقول لك when the temperature is raised from 25 into 35. الله اعلم. طب بص اللي بعديها the concentration of starch isn't affected as time passes. لا طبعا هيتاثر، ما هو اتحول لملتوز اهو. when the amylase enzyme concentration increase the amount of the لما ال concentration بتاعه increase the amount of monosaccharide decreased. لا طبعا لما التركيز بتاعه يزيد ياثر على البرودكت، البرودكت يزيد. The enzyme concentration decrease during the reaction as time the enzyme concentration be decreased. ده الانزيم بيفضل زي ما هو، يبقى الاجابه عندي هتبقى ايه؟ مستحيل يا جماعه. بص يا اخوانا الانزيم concentration be decrease، لا طبعا enzyme concentration is constant طول ما انت بتعمل reaction، لان هو الانزيم not affected or consumed. الاجابه هتبقى عندي ايه؟ لما تعلي درجه الحراره من 25 ل 35 يشتغل على فكره، لانك انت ده انت لو وصلت ل 0 ديجري سيليزيوس وعليت تاني للاوبتيمال او لدرجه حراره 37 فوق شويه اقل شويه يبدا ان هو يشتغل، فانت كده بيرد ها لو انت مذاكر كويس كده هو عمل ايه؟ بيرد بي بيرستور اتس اكتيفيتي او بيستعيد نشاطه مره تانيه. ذا اوبزيت فيجر عندي الشكل اللي قدامي ده، بص ده سؤال اسمه ايه؟ قصه حياتك. هو بيحكي لك قصه حياته، يقول لك في انزيم في عندي هايدرا بيعمل بادنج
والبادنج ده اسيكشوال ريبرودكشن، بيبدأ ان هو يكون نيو انديفيديوال، بيطلع عنده كلو اهو في سينيور 3 نشرحها بالتفصيل. بد، البد عبارة عن برعم طلع صغير، لذلك هو يقول لك بيتكاثر بالتبرعم، يعني بيطلع عنده بد اهو. بدأ ان هو يكون عندي بد صغير اهوت، بدأ ان هو يكون نيو انديفيديوال. يا سلام على الكلام، سؤال حلو. لو كده كائن جديد بيجي من كائن كان موجود قبل كده، مين اللي قال العالم اللي قال الكلام ده؟ فيرشو يا اخوانا، اني نيو سيل او اني نيو انديفيديوال جيت فروم بريفيوس اكزيستنج ليفينج انديفيديوال. سؤال رقم 50، the opposite figure illustrate a part of spirogyra algae on its examining. طبعا ده algae يعمل معاملة البلانت سيل في معظم الحالات. لما اجي اتكلم على اول حاجة، الاكس ده عبارة عن سيل وول، the structure act that separates between two neighboring cells in the algae consisting of، اللي بيفصل ما بينهم ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن سيلولوز، يعني السيلولوز ده بولي ساكاريد كربوهيدريت. طب حلو، السيلولوز ده اللي هو كربوهيدريت سيلولوز، تمام. The building unit that enter in the structure X، مين يا جماعة المادة اللي داخلة في تركيب X؟ اللي داخلة في تركيب X دي عبارة عن ايه؟ building unit، يعني الوحدة. هي فين السؤال اهو؟ ال building unit of structure X، طبعا جلوكوز، لأن السليلوز ده هو والستارش وكلهم على بعض، عبارة يعني عبارة عن جلوكوز كتير ماسكين في بعض. طيب the structure X consist of، طبعا بي consist of biological macromolecule يا اخوانا، ده عبارة عن سليلوز يا اخوانا، بولي ساكرايد، سليلوز بولي ساكرايد، بولي ساكرايد يعني بوليمر، يعني كبير، مقامه كبير. The structure why، why the nucleus يا اخوانا، فكوكم الأسئلة السهلة دي بقى شوية، نشوف أسئلة صعبة شوية. 51، which graph expresses the relation between the number of nuclei inside the cell and the secretion of hormone. ما هو النيوكليي دي يا بني آدم هي اللي بتكون الرايبو سومز، والرايبوسوم تكون بروتين، والبروتين ده معظم الهرمونز عبارة عن بروتين. يبقى لما ده كميته تزيد، ده كميته تزيد، ده عبارة عن دايركتلي بروبوشن، جاب عندي هتبقى ها هتبقى بي، تمام زي الفل. تعال نشوف السؤال اللي بعديه. From the opposite figure the first scientist who proved that in the plant each of one of two or three consists of building unit had the same building unit، ده عبارة عن plants. يبقى العالم اللي قال كده مين يا جماعة؟ العالم عندي ها شلايدن، بتاع النباتات، بتاع البلانتس. لو انت فاكر اي سؤال يجيب لك صوره نبات، مين العالم اللي قال البلانتس بيكونسيست اوف سيلز؟ هو شلايدل. The different types of white blood cells can be distinguished. جماعه في معلومه بس كده عايزين نقولها هنا، الوايت بلاد سيلز بتكون عندها النيوكليوس بتاعتها حجمها كبير. ولو انت فاكر ان احنا كنا قلنا ان النيوكليوس ديت، ان اي نيوكليوس يعني عموما the most obvious organelle under the microscope، تمام كده؟ اجي ابص عليها، مين يا جماعه يشوفها عندي؟ ممكن تشوفها distinguished from the، يبقى ممكن تشوف على فكره النيوكليوس دي باللايت مايكروسكوب، تمام كده؟ can be distinguished by using the compound microscope through each of the following except، طبعا هتستخدم الدايز في اللايت مايكروسكوب، ظبط اللايت انتنستي في اللايت مايكروسكوب، 1000 في اللايت مايكروسكوب، مستحيل 2500 عشان الصوره عندي هنا هتكون unclear او blurred. طيب which of the following represents the plasma membrane؟ طبعا البلازما ممبرين عندي هتبقى سي، او البروتين هو ده الامبيد بروتينز اللي بس ورك از باسج، ممرات تعدي المواد من بره لجوه ومن جوه لبره. طيب سؤال رقم 55، سؤال حلو ده بس انا هنظبطه بس حاجه صغيره فيه، هنشيله بس كده فيجر نمبر 1 دي. احنا في طبعه من الطبعات يا جماعه احنا ظبطناها، في ناس يا جماعه ما عندهاش المشاكل دي او مشاكل الصور دي، معاها الصور موجوده وكل حاجه موجوده، ماشي يا اخوانا تمام كده؟ بس عشان خاطر دي ده الطبعه القديمه. From the three opposite figures which of the following expresses the relation between them. بص يا اخوانا انا عندي كده، ده عباره عن دي ان اي بيكون ار ان اي، والار ان اي بيكون ده عباره عن قلب من بروتين، بيكون قلب من بروتين جوه السيلز. فبص figure number 1 control the synthesis of number 3 inside number 2، فده دي ان اي بيكون ار ان اي، والار ان اي يكون بروتين، يكون بروتين فين؟ جوه السيل. ما يا جماعه والقلب من ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين امينو اسيدز ماسكين في بعض، صح؟ بص اللفه، بص اللفه، الدي ان اي ده كده عباره عن دي ان اي، صح كده؟ بيكون ايه يا اخوانا؟ بيكون ار ان اي، تمام. والار ان اي بيكون بروتين، ما اخوانا لو انت فاكر ده الار ان اي وعليه الريبوسوم كده كان بيكونوا مع بعض بروتين، فين؟ جوه السيل. يبقى فيجر نمبر 1 كده تبقى سي، control the synthesis of figure number 3 inside the figure number 2. سؤال حلو. The object diagram represents a living organism. جماعة عندي سيل، جوه السيل في نيوكليوس، جواها كروموسوم، كروموسوم فيه 2 كروماتينز،
الكروماتيدز بتكون من ايه؟ لو انت فاكر كان عباره عن هيستون، عباره عن دي ان ايه كايلد اراوند هيستون بروتين، يبقى ده كده عباره عن عندي دي ان ايه، وده كده عباره عن هيستون بروتين، يعني بروتين ودي ان ايه، يبقى بروتين ودي ان ايه، اجابه تبقى بي. ده كده بالنسبه للاسئله الاختيارات اللي عندنا اللي موجوده في المراجعة أو ريفيجن نمبر 2. تعالى كده نحل بقى الأسئلة المقالي، أو أقول لك على حاجة، تعالى نحل الأسئلة المقالي في فيديو تاني لوحده عشان خاطر الفيديو ما يكونش طويل عليك. هنختم كده الفيديو ده ونعمل فيديو تاني إن شاء الله للأسئلة الإسئية أو المقالي اللي موجودة معانا. شكرا لكم يا جماعة، وهتلاقي الفيديو المقالي إن شاء الله بعد منه على طول. شكرا.